تشهد مدينة العريش تواجدا شرطيا مكثفا هذه الأيام. خلال تواجدنا في المدينة اليوم تلاحظ لنا وجود العديد من الأكمنة وكذلك انتشار رجال الشرطة والمرور في مناطق مختلفة من مدينة العريش. هنا نشاهد دراجتين بخاريتين لرجال الشرطة، وأيضا هنا في موقف العريش أيضا هناك العديد من سيارات الشرطة التي تنتشر هنا في الاتجاه الآخر وفي مناطق أخرى من مدينة العريش. نشاهد هنا أحد ضباط الشرطة يعني يطلب من أحد السائقين المتوقف بسيارته في الشارع بأن يستجيب له وأن يخلي الطريق. وأيضا في الناحية الأخرى من الطريق نشاهد أيضا بعض يعني واضح أنها بضائع خاصة بالباعة الجائلين الذين كانوا متواجدين هنا على الرصيف. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله، الله يخليك. ايه الحاجات دي عباره عن ايه؟ والله دي امس بتاعتي. والله امال دي بتاع مين؟ لا حد ياخد السجاير من الدم عاد ولا الزحمه يا عم. ايه ما فيش. طيب دي كانت مين بتاع مين دي؟ والله ما بتاعتي بتاع الله اعلم. بتاعت مين دي؟ دي ايه دي؟ ده اختراق للقانون والتعدي على حرمه الشارع، والناس فاهمه القانون وفاهمه كل حاجه بس هي مش عايزه تطبقه. طب يا انتشار الشرطة اليوم فقط أم في أيام أخرى؟ احنا عايزين الشرطة تستمر باستمرار. يعني نحن اليوم وجدنا انتشار كثيف جدا لرجال الشرطة في الشارع. هذه البداية. لكن بالأمس والأيام الماضية كان هناك انتشار للشرطة أم لا؟ أنا انتشارا محدودا. النهاردة مكثف. نعم نشكر حضرتك فندم. شكرا. أيضا نتجه إلى باقي السيارات الشرطة الموجودة هنا أيضا في الميدان. نلاحظ سيارات الشرطة. شرف بحضرتك. محمد سعد الدين. بس محمد انت رايك كيف انتشار بتاع الشرطه؟ والله رايي بالنسبه للانتشار بتاع الشرطه يعني متواجد كويس اليوم، متكثف وفي نظافه في الشوارع يعني. نعم. كويس. نعم. بس بدنا بالنسبه للموقف هذا، بالنسبه للموقف بدنا بكيات بحيث كل عربيه تعرف مكانها عشان ما يحصلش تكثف في الشوارع. نعم. يعني مشاهدينا نشاهد رجال الشرطة هنا جميعهم على أوبة الاستعداد لإطلاق النار. الوضع في العريش كما نعلم هناك هجمات تعرضت لها الشرطة خلال الفترة الماضية، وأيضا حدث هجوم على أقسام الشرطة في محافظة شمال سيناء من قبل مسلحين. هذا يجعل رجال الشرطة هنا دائما مستعدين لمواجهة أي اعتداء يتعرضون له. هنا نلاحظ حتى هنا في محافظة شمال سيناء سيارات الشرطة كما نراها حتى مدرعة، وهي تم إمداد الشرطة بها من قبل القوات المسلحة، نظرا لأن بعض المسلحين هنا في شمال سيناء قد يستخدمون أسلحة أكثر تطورا من تلك التي يمتلكها رجال الشرطة. نتشرف بحضرتك. خليفة عبد الله أحمد عبد الهادي. أستاذ خليفة، إيه رأيك في تواجد الأمن؟ والله أحسن حاجة تواجد الأمن في البلد هنا، لأن البلد هنا سايبة كانت الفترة اللي فاتت، والحمد لله برضو تكثف الجيش والشرطة حسينا إحنا بأمان كمقتربين هنا أو أهل البلد، حسينا بأمان ونتمنى زيادة من البلد. حضرتك هل هذا هو أول يوم تواجد فيه الشرطة بكثافة أم في الأيام السابقة؟ لا في الأيام السابقة كانت برضو خفيفة، لكن النهاردة أكتر والحمد لله، يعني رجال الشرطة برضو جايين بدورهم وزيادة. يعني نشاهد أيضا العديد من رجال الشرطة ينتشرون في الشارع. تشرف حضرتك. علي سلام الحوص. أستاذ علي، إيه رأيك في انتشار الشرطة؟ ده اللي احنا عاوزينه سعادتك يا فندم. ده اللي احنا عايزين الشرطة وعايزين المرور وعايزين كل شيء. هل هذا هو أول يوم انتشار للشرطة أم سبق الانتشار؟ على طول شغالين، بس النهارده في تنفيذ صراحة، يعني في ناس واقفة وأهل البلد واقفين وكله أنا واقفين. كله واقف يعني. شفنا من الشرطة لمسة حلوة فعلا. صحيح. هم فعلا يعني عملوا التمام وعملوا الصح، وفعلا يعني الناس مستجابة معاهم، وفي استجابة من الشرطة مع الأهالي كمان. نعم. لا حسن عبد الستار حسن. لا 100 والله. اول يوم النهارده الشرطه تشتغل صراحه يعني بامان الله، شغل صح يعني. نشكرك استاذ حسن. ايضا معنا سياده اللواء الشرطه حكم فندم. السلام عليكم حكم فندم. قائد الحمله ولا؟ بس انا مش فاضي دلوقتي. بعد مش فاضي. بنحترم رغبه حكم فندم. ايضا معنا عدد من الوصول الشرطه بحضرتك. حسن كاش. حسن انت حاكم من العريش. ايوه. الانتشار الشرطه اليوم يعني كيف تراه؟ ده انت يعني احنا بنعتبر اليوم يعني العمل الرسمي للشرطه، ولازم الشرطه تقوم بدورها وتامن البلاد
وتقوم على تطهير البؤر الإجرامية، كذلك تطهير الشوارع من الباعة الجائلين. ده أهم شيء في مدينة العريش. نشكرك يا فندم، نتشرف بحضرتك. حق سامي الكاشف. استاذ حسن، يعني رايك في انتشار استاذ سامي الكاشف، راي حضرتك في انتشار الشرطه اليوم؟ والله ده شيء عظيم، يعني ده هو بالنسبه للامن هو متواجد من فتره سابقه، وتواجد الامن احنا بنشكر الامن على تواجده في ميدان البلديه، واحنا طلبنا منهم قبل كده انه نطهر بعض الباعة الجائلين. اليوم اول انتشار ولا سبق لهم انتشار؟ والله كان في انتشار، احنا قبل كده كان في انتشار، احنا تواجدنا اكثر من مره في حملات امنيه، لكن اليوم كان تواجد امني كثيف، وبنقدم الشكر للسيد مدير الامن والسيد اللي هو سميح، وبرضه احنا بنطلب المزيد حتى يعني نطهر ميدان البلديه اللي هو المنفس الوحيد لمدينه العريش يكون على شكل حضاري افضل. لكن احنا بنقول برضه للامن اليوم المرحله الاولى كانت كويسه، ونتمنى المزيد من تواجد الامن في مدينه العريش. وشكرا. شكرا لكم. اذا مشاهدينا، كما نشاهد هذا الانتشار الامني الكثيف، هنا العديد من سيارات الشرطه هنا في ميدان البلديه، قابلنا ايضا العديد من سيارات الشرطه وانتشار رجال المرور والشرطه في العديد من شوارع العريش. راينا ان نرصد وننقل هذا النشاط لرجال الشرطه والتواجد المكثف لهم، وكان هنا منذ قليل ونش المرور لكنه غادر بالسياره التي قام بجرها. والله بصوا، هم عاملين مجهود جامد.